أهلا بكم إلى صباحية من تلفزيون مستقبل وفيها. الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على غزة، عشرات الغارات الليلية وقصف بري وبحري، وحماس تدعو للاستنفار العام. والله كل اللي عم نشتغل فيه عم نحطه للماي. أزمة المياه تتفاقم والصهاريج تجتاح الشوارع وسط غياب الإجراءات الرسمية لمواجهة الأزمة. لست فاتحا للملف ولا أريد أن أصفي حسابات سياسية مع أحد. وزير المال يعترف بوجود سيولة لتأمين رواتب الموظفين ويربطها بجلسة تشريعية. صباح الخير. نبدأ النشرة من التطورات المتسارعة في قطاع غزة، الذي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدوانا جديدا عليه من خلال إطلاقه عملية الجرف الصامد، واستدعى لهذه الغاية 1500 من جنود الاحتياط. وقد شنت طائرات حربية إسرائيلية عشرات الغارات على أهداف في القطاع، طالت مناطق حيوية تابعة لحركة حماس ومنازل. ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن العملية ستشمل غارات جوية وقصفا بالمدفعية وبالدبابات والسلاح البحرية، لكن من دون الدخول في عملية برية. من جهتها ردت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس بإطلاق عشرات الصواريخ وقذائف الهون على جنوب إسرائيل، وخصوصا عسقلان والعين الثالثة ونوتيفوت وأوفوكيم وأسدود. وقالت حماس في بيان إن قصف قوات الاحتلال للبيوت الآمنة خط أحمر، وإذا لم تتوقف هذه السياسة سترد الكتائب بتوسيع دائرة استهداف مناطق بما لا يتوقعه العدو، وسنواجه بالرد المزلزل. العدوان ترافق مع تشويش إسرائيلي على الإذاعات المحلية في غزة، وأعلنت مصادر طبية فجرا إصابة 16 فلسطينيا وتدمير 5 منازل بشكل كامل. سياسيا، دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقال إسماعيل هنية إلى اجتماع عاجل للإطار القيادي المؤقت للأمناء العامين للفصائل لبحث الأوضاع الراهنة واتخاذ موقف موحد. وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بوقف التصعيد فورا والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل. وذكرت صحيفة معاريف أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اتصل بنتنياهو وطالبه بضبط النفس. محليا، بقيت في الصدارة الملفات السياسية والأمنية وعلى الأخص الحياتية، إذ أن فاتورة جديدة تضاف إلى الفواتير الكثيرة التي يدفعها اللبنانيون هي فاتورة المياه في ظل شح المتساقطات. والمواطن بات يدفع الفواتير بالجملة للدولة ولأصحاب الصهاريج ولمياه الشرب وربما للري أيضا. تقرير جوانا نصر الدين. كيفما تحركت في شوارع بيروت تصادف صهاريج المياه تنتقل بين منطقة وأخرى ومنزل وآخر، حتى باتت أشبه ببورصة يومية تتحرك وفق الطلب الذي ازداد على المياه بشكل كبير مع انخفاض ساعات التغذية بشكل ملحوظ بسبب قلة المتساقطات. أنا محله ما عندي استهلاك كثير، صار لي أكثر من شهر الحنفيات منشفين ما في أبدا. يعني هاي اليوم مختصر مفيد، طبخنا لوجي ما بتاخذ ماي من ماء الشرب. ولا نقطة. تقريبا كل يومين ثلاثة بدنا نطلب خزان لأنه ما بتكفي وعطول بتكون مقطوعة. بعض أصحاب الصهاريج لا يجدون صعوبة في الحصول على مصادر للمياه، ولكن آخرون ينتظرون لساعات لتعبئة الصهاريج وتوزيعها على المنازل، وهنا يدخل عنصر الابتزاز ومن يدفع أكثر يحصل على نقلة المياه قبل غيره. بس المي هون ما عم ضغط يعني، والأبر ما عم تلحق، يعني عم نتقاتل نحن والعالم، بل بالشارع عم ياخذونا. كم نقل بتجيب للعالم؟ يومين او مرتين او ثلاث. 10 نقلات معي 7000 لتر. قد ايه بتاخذ عن نقله؟ حسب. 1000 لتر على العالي 15000، على الارض 10000. هون بالمنطقه بالاشرفيه اغلى.
هي مشكلة جديدة قديمة تفاقمت هذا العام لتضاف إلى أزمة تقنين الكهرباء المزمنة، وهكذا صار اللبنانيون يدفعون 3 فواتير وأكثر لمياه الشرب ومياه الطبخ ومياه الاستعمال المنزلي وأحيانا رابعة للري. بلد المي عنا، بلد الأنهر عنا، بس زعمائنا ما بالهم فين ولا بالهم بالشعب. 3 فواتير مي، عندك مي الشرب وعندك مي للغسيل الخضرة وعندك مي لكل شيء. والله كل اللي عم نشتغل فيه عم نحطه للمي. اي مي في مي وفي كهرباء، يعني كل جمعة عندك تقريبا بدك تعبي 2 3. ما احنا عندنا فواتير على طول مدفع للدولة مشان حرام الحرامية الموجودين بالدولة. يعني المياه باتت عملة نادرة في بلاد المياه، وكالعادة الوزارات والسلطات المعنية لم تحرك ساكنا بعد. أمنيا تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على أحد أبرز الخاطفين مقابل فدية، وذلك في عملية أمنية نوعية في بريتال. هو رئيس عصابة خطف لقاء فدية مالية وأحد أخطر المطلوبين للقضاء. قاف حاء لبناني مواليد العام 86، بات اليوم بقبضة شعبة المعلومات بعد عملية محكمة قامت بها في بلدته بريتال. 4 فجرا كانت ساعة الصفر، قوة كبيرة من شعبة المعلومات في بريتال طوقت منزل المطلوب ففر إلى منزل آخر يملكه شقيقه، تفاجأ بالعناصر ففر إلى منزل ثالث لشقيقه الآخر. هناك دخل عناصر شعبة المعلومات بدروعهم، فبادر المطلوب إلى قلب طاولة اختبأ خلفها كمتراس موجها سلاحه باتجاههم، لكن تعدادهم وتجهيزاتهم دفعته إلى التسليم بالأمر الواقع. اعترف الموقوف بتنفيذ عدة عمليات خطف مقابل فدية، منها للمدعو نجيب يوسف في شويفات ومحمد حموي وتزوير جواز سفر، كما يشتبه باشتراكه بعمليات خطف أبرزها خطف مازن حميدة ومحمد لولو وجورج داود والطفل ميشيل صقر. بعد أقل من أسبوعين على التفجيرات الانتحارية، توصلت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى الرواية الكاملة لتفجيري ظهر البيدر والطيونة. تقرير ربيع شنطف. الصورة الكاملة لتفجيري ظهر البيدر والطيونة باتت بحوزة شعبة المعلومات وبسرعة قياسية، فقد أظهرت التحقيقات التي أجرتها الشعبة أن سيارة نيسان مورانو التي استخدمت في تفجير ظهر البيدر وسيارة المرسيدس التي استخدمت في تفجير الطيوني مصدرهما منطقة البقاع. أما الهدف فيرجح أن يكون القيام بعملية مزدوجة ضد الضاحية الجنوبية، إلا أن ثمة تفاصيل دقيقة وصغيرة أعاقت إتمام ما تم التخطيط له من قبل كتائب عبد الله عزام أحد فروع تنظيم القاعدة. وبحسب تحقيقات شعبة المعلومات فإن المورانو تحركت ومن ثم المرسيدس في طريق من البقاع إلى بيروت، لكن المرسيدس أصيبت فيما بعد بعطل في أحد دواليبها ما دفع بسائقها إلى إبلاغ من كانا داخل المورانو، عندها توقف الجيب في صوفر. بعد ذلك غادر الشخص الذي كان برفقة سائق المورانو لمساعدة سائق المرسيدس المفخخة، وهنا اضطر الشخص الثاني في المورانو من المغادرة على عجل وتوقف الجيب في صوفر ينتظر. في هذه الأثناء شك شخص من أبناء المنطقة بأمر الجيب فاتصل بقوى الأمن الداخلي في الوقت الذي تحركت فيه المورانو باتجاه بيروت، عندئذ قامت سيارات قوى الأمن الداخلي برصد ومطاردة الجيب الذي عاد أدراجه إلى طريق البقاع عندما شعر بالمطاردة. في هذا الوقت أبلغت القوى المطاردة حاجز ظهر البيدر عن وضع الجيب، فتحضر عناصر الحاجز الذين أوقفوا بداية شاحنة صغيرة وقفت خلفها سيارة الجيب المطاردة. 3 عناصر التفوا من الجهة الثانية للسائق، فيما توجه المؤهل أول محمود جمال الدين نحو السائق الذي هدد بتفجير نفسه. ثوان قليلة فصلت بين التهديد وانبطاح العناصر 3 حتى دوى الانفجار، فسقط جمال الدين شهيدا بعدما حاول منع الانتحاري من تفجير نفسه. اختفى الرجل الثاني الذي كان بداخل المورانو، كما اختفت المرسيدس لتظهر بعد 3 أيام عند أحد مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا عند أول جادة هادي نصر الله على مقربة من مقهى أبو عساف. هي نقطة تضم العديد من المقاهي اعتاد روادها الخروج منها بعكس السير تفاديا للوقوف على حاجز الجيش،
وهذا ما حاول فعله سائق المرسيدس المفخخة، ولكن عطل الماء أصاب السيارة فتوقفت. عندها صادف مرور المفتشين في الأمن العام عبد الكريم حدرج وعلي جابر. اشتبه الرجلان بوقوف السيارة بعكس السير في وسط الطريق. حاول حدرج إجبار السائق على عدم التحرك، فيما توجه جابر جريا نحو حاجز الجيش لإبلاغه وطلب المساعدة، ولكن ما هي إلا ثوان حتى فجر الانتحاري نفسه، فأصيب جابر قبل بلوغه الحاجز وسقط حدرج شهيدا. أعلن وزير المال علي حسن خليل لا مشكلة في تأمين الرواتب والمعاشات أو تأمين التزامات دولة. الوضع المالي في البلد مستقر وأموال الرواتب مؤمنة ولا أزمة تمويل في الخزينة العامة، هذا ما أكده وزير المالية علي حسن خليل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، مفصلا فيه الأسباب التي دعته إلى عدم الإنفاق لأسباب قانونية، ومشيرا إلى أن هناك مخارج وصيغا كثيرة لكنها تبقى في إطار التسويات، محملا المسؤولية لمجلس الوزراء. لست فاتحا للملفات ولا أريد أن أصفي حسابات سياسية مع أحد، أريد أن أسلط الضوء على الثغرات وأن أحاول معالجة هذه الثغرات من خلال الالتزام بالأصول. المسألة حصرا ترتبط بقانونية الإنفاق. اليوم المادة 85 من الدستور واضحة، اليوم لا يجوز فتح اعتماد إلا بناء على قانون. كل هذه الاجتهادات اللي عم نسمعها هي اجتهادات تحاول إيجاد مخارج لما سبق وتبرير ما يمكن أن نقع فيه من أخطاء. الوزير خليل حذر من موضوع آخر مرتبط بالقانون يتعلق بالإجازة للحكومة بإصدار سندات الخزينة بالعملات الأجنبية، ولفت إلى أن وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان مسؤولتان عن مشكلات الكهرباء ويجب أن تعالجها من دون تحميل العبء لوزارة المالية. الحكومة لم يعد لديها التغطية القانونية لإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية، حفاظا على سمعة لبنان، حفاظا على التزامات لبنان الخارجية، لأنه بتمنى ما نوصل لمرحلة نقع فيها بمشكلة لم نقع فيها خلال المرحلة الماضية نتيجة التشنجات السياسية. الوزارة اليوم عم تتحمل أكثر من 3000 مليار ليرة لبنانية تغطي لعجز مؤسسة كهرباء لبنان لمسؤولياتها، تروح تفتش كيف بدها ترفع مستوى الواردات عندها. وفيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، أكد خليل أن الرئيس نبيه بري ملتزم بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وأن لا صفقات تحت الطاولة من أجل التمديد أو إلغاء الانتخابات، داعيا أيضا إلى بت سلسلة الرتب والرواتب، ومشيرا إلى مشاورات بدأها للتوصل إلى حل. أكد عدد من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية رفضهم التدخلات السياسية في شؤون الجامعة. وفي معلومات لتلفزيون المستقبل أن موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية هو البند الأبرز على طاولة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، والذي يبحث في 13 بندا عاديا، وأن مشروع مرسوم يعد لطرحه يقضي بتشكيل مجلس الجامعة وتثبيت الأساتذة لمرة واحدة فقط. إننا نرفض البتة أن نصبح شهود زور على ما يجري بحق استقلالية الجامعة، وكأن لا هم لنا إلا التفرغ، وهو حق مشروع لنا. تعالوا نخرج من هذا المسار، تعالوا نطالب قولا وفعلا باعتماد المعايير القانونية والعلمية في تفريغ الأساتذة، وفي وضع آلية منهجية ودورية للتفرغ، تجنبا لتحويل ملف التفرغ إلى بورصة ترتفع وتهبط الأسماء فيها تبعا لرغبات السياسيين. بذلك نؤكد رفضنا لبدعة التعاقد الوظيفي الذي أرهق الجامعة الوطنية وكل المؤسسات التربوية الرسمية، والذي كرس التدخلات السياسية في التعيينات والترشيحات. وردا على المؤتمر الصحفي، أصدرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بيانا أوضحت فيه أن المؤتمر الذي عقد في قصر اليونسكو باسم الأساتذة المتعاقدين جاء بمبادرة من بعض الزملاء الذين لا يمثلون إلا أنفسهم، رافضين ما قيل عن إقحام السياسة في شؤون الجامعة اللبنانية. قالت مصادر سياسية متابعة لحركة الرئيس نبيه بري لصحيفة الجمهورية أنه أصبح على قناعة تامة أن ليس هناك في أفق ما يشير إلى أن الانتخابات الرئاسية ستحصل في المدى المنظور.
ويبدي بر أمام زواره تخوفا من أن يؤدي تمسك جهات بإجراء انتخابات نيابية في ظل الشغور الرئاسي وجهات أخرى بإجراء انتخابات رئاسية إلى تعطيل أي قرار في هذا الإطار. وأكدت المصادر أن بر يدرك صعوبة التوصل إلى إجماع في مسألة قانون انتخابات جديد، وهو لن يغير من سياسته القائمة على إجماع في هذا الموضوع، وبالتالي يخفي حديثه عن خيار التمديد لمجلس النواب مجددا. وزير الداخلية نهاد المشنوق قال في تصريح لصحيفة الأخبار أن النص الدستوري والقانوني يلزمانني السير بالانتخابات وفقا للقانون الساري المفعول، أي قانون الستين. وقال تقنيا من غير الممكن وضع مشروع قانون انتخاب يحظى برضا القوى المكونة لمجلس الوزراء ومجلس النواب خلال الفترة الفاصلة عن بدء الإجراءات العملية التي يفرضها القانون من أجل التمهيد للاستحقاق النيابي، أي في 20 آب. مع تعثر وتعطل الاستحقاق الرئاسي، تساءل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط هل المطلوب أن يتقدم الجمهور اللبناني بمبايعة الخليفة الجديد؟ أضاف جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء بانتظار أن يتواضع ويتنازل كبار القادة والفرقاء بهدف التوصل إلى تسوية رئاسية. هل يمكن أن نترك لبنان في مهب العواصف الإقليمية فقط كي لا يتنازل هذا أو ذاك عن الترشح للرئاسة الأولى؟ ألا تساهم هذه المواقف في إضعاف الموقع المسيحي الأول في الدولة؟ وفي النشرة بعد الفاصل، السيسي يحذر الولايات المتحدة وأوروبا من طموحات داعش في المنطقة. شن الطيران السوري غارة جوية على محافظة نينوى داخل الحدود العراقية في وقت أرجأ البرلمان العراقي جلسته التي كانت مقررة اليوم. ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة التي ينفذ فيها الطيران السوري غارات داخل الحدود العراقية مستهدفا ناحية القيروان في محافظة نينوى، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح. يأتي ذلك فيما سقطت قذائف هون على مقر اللواء 24 في مدينة أبو غريب غربي بغداد، أدت إلى مقتل عدد من الجنود، كما قتل قائد الفرقة السادسة في الجيش العراقي برصاص قناص في الفلوجة. وفي ظل تشديد السلطات العراقية إجراءاتها الأمنية في العاصمة بغداد، سجل انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند نقطة تفتيش على مدخل مدينة القاظمية. ومع استمرار أعمال العنف التي تشهدها البلاد، أعلنت منظمة الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية عن مقتل وإصابة أكثر من 15,000 شخص خلال النصف الأول من عام 2014. أما في إيران فقد شيعت مدينة قم جثمان جاويد حسين المواطن الباكستاني الذي كان يقيم في قم، والذي قتل أثناء المعارك في مدينة سامراء العراقية خلال الدفاع عن مرقد الإمام حسن العسكري. ويعتبر جاويد ثاني قتيل تشيعه إيران في غضون أسبوع بعد الطيار شجاعة علمداري مرجاني الذي قتل أيضا في العراق. حذر المجلس المحلي لحلب من سقوط المدينة بيد النظام السوري، محملا دول العالم مسؤولية الحصار الخانق الذي يفرضه النظام على حلب، في حين حرر الثوار حاجزين في ريف إدلب. إنه المشهد اليومي المتكرر، سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الفاجعة بعد سقوط برميل متفجر فوق حي قاضي عسكر بريف حلب، حول المدنيين في هذا المكان لأشلاء وجرحى. الطيران الحربي التابع للنظام استكمل حملته مستهدفا سيارات المدنيين على طريق حلب الشرقي وكذلك الأحياء السكنية في مدينة تل رفعت. الخناق يضيق على حلب أكثر فأكثر، ولا سيما بعد سيطرة قوات الأسد وحزب الله على أجزاء واسعة من المدينة الصناعية، فرد الجيش الحر باقتحام كتيبة حفظ النظام الملاصقة لسجن حلب المركزي بعد اشتباكات طاحنة أدت إلى
خسائر فادحة في صفوف عصابات الأسد. إدلب شهدت تطورات ميدانية مهمة لصالح الجيش الحر الذي حرر حاجز الطراف في محيط تجمع الحامدية بعد تدمير 3 دبابات لقوات الأسد في وقت أحكم سيطرته على حاجز القريع ودهمان بالكامل بعد تدمير آلياته وقتل جميع عناصره بالقرب من معسكر وادي الضيف بالريف. فرد النظام بقصف وحشي استهدف بلدة كفرومة ومعرة النعمان. وفي وقت تعرضت بلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق إلى قصف جوي، انهمرت البراميل المتفجرة على مدينة داعل بريف درعا وعلى بلدة سحم في الجولان المحتل. كذلك طاولت غارات الطيران محيط أحد الحقول النفطية الواقعة في ريف دير الزور. حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الولايات المتحدة وأوروبا من طموحات داعش في المنطقة، وأضاف في خطاب لمناسبة 10 من رمضان أن المخطط الجديد كان يستهدف إخضاع مصر لسلطة داعش التي تستغل الدين بتمويل خارجي لإشاعة الفوضى في البلاد وتمهيد الطريق لتقسيمها. وفي النشرة بعد الفاصل، اعتصام لمياومي الكهرباء وتلويح بالتصعيد. تستمر أزمة الكهرباء وسط تحذير النائب محمد قباني من تعثر المشاريع واعتصام المياومين. في ظل أزمة الكهرباء التي تعاني منها كافة المناطق اللبنانية وخصوصا العاصمة بيروت، اعتصم عمال شركة KVA احدى شركات مقدمي الخدمات لدى مؤسسة كهرباء لبنان احتجاجا على عدم دفع رواتبهم. صار في عنا هدفين، اولا اسقاط شركات مقدمي الخدمات، والثاني بعده هو ذاته هيدا المتغير والبوصلة متجهة على تثبيتنا. نحن باتصالاتنا مع شركة KVA تبين لنا انه هاو الجماعة ما بدهم يدفعوا مصاري. ومن مجلس النواب أكد رئيس لجنة الطاقة والمياه النائب محمد قباني أن المشاريع التي طرحت في قطاع الكهرباء متعثرة، ولم يعد يجوز تبرير التقنين القاسي في التيار أحيانا بعدم وصول بواخر محروقات بسبب اضطراب البحر أو بتأخير فتح اعتمادات، وأخيرا بالنزوح السوري الذي هو حقيقي لكن الأرقام حول استهلاكهم للطاقة المدعومة مضخمة. قباني قال أصبح من الواجب التعاطي بصراحة ووضوعية مع قطاع الكهرباء بعدما وعد اللبنانيون بالكهرباء 24 ساعة في العام 2015. تراجع النائب هاني قبيصي عن الشكوى التي قدمها بحق رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل، مبررا تراجعه بإعلان باسيل احترامه للمجلس النيابي. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين. الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على غزة، عشرات الغارات الليلية وقصف بري وبحري، وحماس تدعو للاستنفار العام. والله كل اللي عم نشتغل فيه عم نحطه للماء. أزمة المياه تتفاقم، والصهاريج تجتاح الشوارع وسط غياب الإجراءات الرسمية لمواجهة الأزمة. لست فاتحا للملف ولا أريد أن أصفي حسابات سياسية مع أحد. وزير المال يعترف بوجود سيولة لتأمين رواتب الموظفين ويربطها بجلسة تشريعية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.